الخريف بدأت تغطي المشهد بقلب دمشق، والنسمات الباردة قابل دفا خلقته مجموعة من السيدات السوريات داخل سوق الحرف اليدوية. الأكسسوارات يلي أصبحت رفيقة الصبايا بكل يوم حملت بصمة السيدة السورية بأشكالها وأحجارها، والأهم الإتقان والمهارة بصناعتها. قلناها لصبايا صغار ممكن يعرضوا منتجاتهم على لأنه ما عندهم هنا نافذة عرض، فمحلاتنا كانت هي نافذة العرض بالنسبة لإلهم أو تسويق بالنسبة لإلهم. هلأ هنا منتجاتهم مثل ما أنك شايف إنه شيء بسيط، عم يعملوا منه شيء مميز وحلو، لأنه أحجار كريمة موزعة، هن بوزعوها بطريقة وبيعملوا منه منتجات مميزة. هي كإعالة بالنسبة لإلهم، يعني الظروف مثل ما أنك شايفة كيف هي أثرت على كل العالم، فهي الورشات كانت بالنسبة لإلهم كمساعدة. دعم لهم بشكل كبير، لأنه أولاً كان مثل ما قلت لك أنه هي كانت نافذة عرض، يعني كانت بالنسبة لهم هي طريقة التسويق ما كانت موجودة، فنحن فتحنا لهم هذا الباب أنه العالم تشوف المنتجات اللي هن عم يشتغلوا فيها، وطبعاً شيء بيرجع لهم مردود مادي، إقبال كتير من العالم عليها، عم يحبوا الشغلات القديمة اللي عم تذكرهم يعني تراثنا القديم، والشغل هذا اليدوي عم يعطيهم من الروح القديمة للبلد، يعني كتير عم يحبوا هاي القصص، عم يرجعوا له، يعني قد ما بعدوا انه رح يرجع على تراثهم بالنهاية، ما فينا نبعدوا عنه. قطعة جمالية ممكن نضيف لمسة على المظهر الخارجي، لكن الأهم هو البصمة اللي بتحملها كل قطعة، وبتعبر عن الطاقة الإبداعية عند المرأة السورية يلي قادرة من أشياء بسيطة تخلق لوحة جمالية. تصبحنا غير هزار عبود.